أعلنت روسيا عن حصيلة وفيات يومية قياسية جديدة بكورونا، فقد خلال 24 ساعة 800 وفاة، لتعود للمستوى القياسي السابق للوفيات في يوم واحد، والذي سجلته في 26 من غشت الماضي. هذا وسجلت روسيا خلال الساعات الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا أيضا. روسيا خامس أكثر الدول تضررا بالوباء في العالم، تشهد منذ الشهر الماضي ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات مع تراجع حملة التلقيح، فيما حذر مسؤولون من ارتفاع الحالات الخطرة التي تستدعي دخول المستشفى. وكانت العاصمة موسكو سجلت الخميس 3445 إصابة جديدة رغم انخفاضها خلال الساعات الماضية، وهو أكبر عدد إصابات يسجل في يوم واحد منذ 31 من يوليوز الماضي، لتتصدر العاصمة البلاد من حيث عدد الإصابات. وأوضحت هيئة للرقابة على صحة المستهلك في روسيا أن 31 منطقة سجلت زيادة في الحالات هذا الأسبوع، وأضافت أن الفيروس ينتشر بشكل أسرع في المناطق التي يوجد بها عدد أقل من الأشخاص الذين تلقوا لقاحات، لكن السلطات اتهمت بالتقليل من خطورة تفشي الوباء في بلد يقدر عدد سكانه بأكثر من 144 مليون نسمة، رغم إعلان موسكو إن زهاء 40 مليونا جرى تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد 19.